راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال هذه الحلقة من ولاية غربي كردفان أن نستضيف الأستاذة بوسينة حماد ممثلة منظمة لالي قهر النساء الفرعية بمدينة بابونوسة، والسيد أمير سليمان الناشط السياسي بمدينة النهود، والأستاذ محمد أبراهيم الأحمر من مدينة المجلد للحديث حول الحراك في الولاية وتفاعل الشارع هناك مع قضايا الراهن السياسي على مستوى البلاد. في البداية أعزائي المستمعين، حنبقى مع الأستاذ بوسينة حماد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. نحن كنتاج يعني وجودنا الناشطين في المواكب أو في الفعاليات اللي قاعدة تحصل في الولاية بمختلف مسمياتنا، قاعدين نطلع كنتاج، لكن بطلوا على المفروض نحن بالعمل الماشي ده يعني تمثيل المرأة يكون بسيط دائما، وقدر ما نمشي نطلع ونتكلم معهم إنه نحن بنحارب من أجل تحديد مصير السودان. فناس تطلع يعني فمتخوفين بصراحة في وجودهم داخل الحراكات. ياهو بدينا نتخاطب مع الطلبة بتاعين المدارس، بعد ذلك حبة بقى في وجود للكنداكات في ساحة بطريقة شوية مرضية، وبدينا نشتغل في كل جلسة نقعد نقول دي القضايا اللي نحن طلعنا من أجلها. نحن دايرين الناس تساوى في الحقوق، دايرين الزول اللي بيجي بيحكمنا في السودان يحكمنا كيف بالطريقة اللي نحن دايرينها، يعني ما يجوا ثلاثة أربعة يقعدوا يعني قاعدين نتكلم في التفاصيل دي عشان نضمن مشاركة أكبر نوع من الجندر في المواكب المطلوبة على مستوى الولاية. لكن على مستوى الولاية أنا ما بالطموح، لأن إحنا يعني كنا دايرين وجودنا في الشارع أنا كده كمرأة عندها قضايا مؤمنة تماما من خلال التغيير اللي كان ماشي حيحصل وقطع علينا في النص، لكن ما زلنا نحن الردة مستحيلة وحنواصل في فعالياتنا ومواكبنا دي لحد ما تفتح بإذن الله. نعم، القاعدة إيه المشاركة شنو اللي مستو يعني قاعد تحجم النساء من المشاركات في الفعاليات؟ النقد الهدام بنلقاه من الشارع ذاته، يعني الشارع مقسوم لاثنين، أن إحنا في ولايتنا دي تحديدا يعني المجتمع بتاعنا شوية نمط التفكير حقه تقليدي شوية، ما منفتح بصورة المفروض يعني نرتغي لها، والسلوك اللي إحنا محتاجين إنه الشباب مفروض يمارسوا في العمل العام ويكون عندهم مشاركة سياسية ويكون عندهم دور في كل التفاصيل اللي بتحصل في الولاية نكون جزء منها، باعتبار انه الفترة اللي فاتت كان في اخصال لكل الشرائح دي وفي شريحة محددة كانت ماسكة الحجر. ففي اثناء احنا ما سايقين الحركات دي اكتشفنا انه المجتمع ما قبلان وجود المرأة في الشارع، باعتبار انه احنا هنعمل شنو يعني لو مشينا في الشارع دي حاجة ما جميلة وما مفروض المرأة تكون موجودة في الشارع. واحدة من الحياة اللي خلت النساء يهرب وما يجوا هي هو ده أكبر ليلة تحدي الآن، إنه أنا حدارين أبهاتنا وأمهاتنا والناس الكبار ناس الحكمة دي شوية تقبل وجودنا في الشارع، إنه أحيانا أنا قضية ما طالعين لأي سبب آخر. لكن ده واحد من الحاجات اللي بتخليني يخافوا عدم مشاركتها في الفترات الفاتت، يعني 30 سنة كان ما في شراكة وكان النظام عارفينه شنو شمولي، إنه المرأة دي بتحدى هالبيت وياهو ما عندها أي تفاصيل ثانية أخرى، حتى لو جات بتجي في المناسبات الدينية فقط. يمكن دي من الحياة اللي إحنا أثرنا بها جدا طوال 30 سنة، بقت في غياب تام لوجود المرأة في الساحة زي ما نحن يعني بنحاول نعالج فيها هسي زي ما قلت لك بنستغل أي جلسات تجمعات بنات تجمعات بتاعت مناسبات، لما نتكلم بنلاقي إنه الناس يعني عندهم الإيمان بالفكرة ويقول لك أي والله كلامك ده منطقي، بس احنا ما كنا فاهمين الطريقه دي. يعني احنا حارسنا دور كبير عشان نقوم نشيل النغط اللي في روسنا الناس ده، انه بنعمل فيه ده ما غلط، ده حق مشروع مفروض كل الناس دي تكون مؤمنه به ونبقى يد واحده وتحصل وحده زي ما الناس نحن دارينا وحده وطنيه والتفاق حول قضيتنا دي، مفروض ان احنا نشتغل كتير يعني كتير شريط. نعم، يعني مطلوب انكم تعملوا ورش توعويه وسط المجتمعات، يعني حتى ذاتوا تشركوا الرجال في العمل لانهم هم جزء من الازمه، فاذا هم حصل لهم توعية
أعتقد إنه الناس ممكن تتفهم الحاجة دي والمشاركة تكون أكبر. يعني المرأة لما تكون موجودة ده ما خصما على الرجل ولا يعني السمعة، بل ده حق من حقوقها إنها تكون موجودة، وبتكون دعم ذاته للمجتمع. يعني كون الله نكون عندنا أخواتنا مستنيرات، معلمات في العمل المكتبي، في جميع الأنشطة، دي حاجة كويسة للمجتمع طبعا. فعلا أغبنا كم ورشة تدريبية استهدفنا فيها كم من الشباب والشابات، وخلقنا فيها نوع من التنوع، باعتبار أنه نحن دارين الجيل ذات اللي قاعد ينظر للحاجة دي، والجيل الأصلا نحن معولين عليه أنه يسوق المرحلة دي، وكانت فيه تنوع في الورش. فكانت واحدة من أميز الورش اللي اتعملت لنا، عمل علينا مركز بادية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية ديدي جلوبال، ياهو كانت اثنين، جزء كان خاص بالرجال اشتغلوا معه الغرار 1325 غرار الأمم المتحدة بتعلق بقضايا المرأة ومشاركتها السياسية. والحاجة الثانية كانت خاصة بنا نحن كمرأة برضو، قالوا لنا دارين نتناقش معكم بتفاصيلكم اللي انتم حاسين انه ما قادرين تواصل فيها العمل او تضمنوا فيها المشاركة بتاعتكم. فأنا اخترت التنوع من المرأة، جبت من السوق، جبت مرأة عاملة، جبت مرأة في البيت ربط منزل، جبت مرأة ناشطة، وقعدنا تناقشنا في التفاصيل ووصلنا لأنه ليه الناس ما بتشارك. يمكن دي الحاجات اللي ذكرت عليها دي بالي تفاصيل كثيرة، ومن خلال الورشة الناس دي عرفت أنه الحاجة دي ما صح، لكن ما كانت كافية لأنه كان العدد 15 من المرأة و25 من الرجال، فنحن محتاجين لورش أكبر. بعد ذلك اكتشفنا أنه ما بعد 25 زي شوية الأنشطة بتاعت المنظمات ودعمها للمقترحات اللي نحن كمجتمع بنشفعها، عشان محتاجين ندخل عبره في حل بعض القضايا الشائكة. إنه هسه البرنامج واقف، ما قادرين نمشي نعمل أي حاجة. بعد 25 قاعدين نسموه البرهان ده ما حصل، كثير من المنظمات نشاطها وقف صراحة يعني في الولاية، بيقولوا لنا نحن يعني بس منتظرين تجي يعني تتشكل حكومة عادي بالشكل ده المهم. يعني احنا نقدر نمارس انشطتنا حسب المقترحات بتاعتنا اللي احنا رفعناها دارين نتدخل فيها. يعني احنا زي ما قلت لك في الولايه بنعاني لحد الان من المشاكل الغبليه، والله موجوده قاعده تطحننا بطريقه كده بتأرق جدا، وتخلي اي زول في مكاننا يتوجع، ويكون لازم في حل، يعني يكون في تعايش سلمي، لازم نوعي الناس من المشاكل دي بتطحن بقول شنو هم يعني نيره شبابنا. في مشكله اللي جينا حل الناجح انها ممكن تتحل بالحوار والجلوس تحدي، يعني الناس تقعد في جلسة الضرر المعروفة دي يقعدوا تحدي حل الأمور، بدل ما نحن كل سنة بنبيع كده في الحروب دي. يهو بموت الرجال وبعدها المرأة بتعاني في المجتمع، يهو عارفين يعني معاناتنا مع لما نزول يفقد سند الأسرة، كان زوج أو أب أو أخ، شوف بعد ذاك الأسرة تمنى بتدفع المرأة شنو بتضطر تخش السوق. هل دي التفاصيل؟ يعني أنا لو سمحت لي شوية ممكن أتكلم في الحروب الأهلية اللي قاعد تحصل في ولايتنا، ونحن قاعدين نتأثر منها كمرأة. يعني خليك على المجتمع ده برضو في أثر كبير، يعني إحنا بنكون فقدنا 100% من الناس في الحرب دي، فلو قعدت تحت وحلحلت السبب اللي أدى للمشكلة دي والله بتلقاه أمام الناس تموت زي ده، بتلقى الحاجة دي تافهة شديد. ما تستحق، ما تستاهل إنه الناس يموتوا لها زي ده، يا هو يا زرع يا ما بعرف تفاصيل بقرة خش هنا، يا ما بعرف تفاصيل إنه ده ترابي، يعني حاجات كده إحنا ممكن نقعد نحلها بدون ما نسيخ فيها الأرواح. بجد الحاجة دي إحنا ألمتنا جدا، وزي ما قلت لك المرأة والله في التفاصيل دي بتكون ضايعة ودافعة ثمن غالي، فجأة بتلقى روحها إن هي مسؤولة لا من كم كسل، والزول المادة ما عنده أي حاجة ذاته، يعني عشان أقول لك ميراث ولا كده يعينها في حياتها، بتلقى روحها اضطرت تخش السوق تعمل أشغال هامشية، تتعرض لكمية من المضايقات هي ذات يوم ما طلعت الشارع ده ولا عادت أي حاجة، لكن بسبب الظروف اللي عاشتها دي تضطر إنها تمشي السوق عشان تعمل يا شاي يا ما بعرف ليك عملت لها كمية فيها كم، يعني حاجات هامشية. انت لو جيت قعدت كده ذاته بتحس انه احنا النازل بسبب المشكله دي انتهوا حق من حقوقها انها تعيش في بيت امن وفي كل بيحفظها الكرامه، يضطرت انه هسه تتعرض للحاجات دي بسبب المشاكل الغبليه دي. نعم، يعني ذكرتي حاجه مهمه جدا انه كان في جهود كويسه ماشيه في اطار بتاع احداث تغيير بالذات في استناره المراه في غرب كردفان، وبفعل السياسات اللي قاعد تحصل على المستوى بتاعت البلد، انقلاب 25 أكتوبر يعني أثرت في قضاياكم هناك. دايرين انك تتكلم إلينا عن يعني الأزمة السياسية هسي، الناس ما قادرة تمشي لقدام، وفي مبادرات ماشية على أساس إنه الناس تطلع من الحتة دي، ولسه الناس واقفة. ف
انتو في غرب كردفان رايكم شنو تجاه الحاجات الماشي الان في البلد على المستوى بتاعت المركز؟ والله طبعا البلد الراهن حقنا اليومين دي خالص للاختلافات الكثير وكمية العصام الظاهرة، وكل جسم عنده مطالبه الخاصة به ودار يعمل موكب وده قدر يطلع موكب. ما لم نقعد تيجي كلنا كعصام وانت ميلا، انا بحترم العصام ما عندي فيها مشكلة، لكن المشكلة الان الحاصة دي يهودة كل واحد منفرد بحياته وكل ظل بصوته براو. نحن يمكن تقول علينا بنكثر الشعارات اكثر من اننا نحن ننفذ الشعارات على ارض الواقع. فزي ما انتم شايفين يعني الراهن ده اي زول المفروض قاعد، انا كتحليلي بوتينا حماد انه استنزفنا الكثير من الحاجات في مواكبنا دي، وكل مره بنستنزف وحاسين انه ما في تغيير، بل انه في قبضه قاعده تتشتت، قبضه الناس مسلطين وقتل الارواح زغب، وما في يعني بعد ثم ماذا بعد ما ننزل ما عشان احنا كده يعني ماتوا الشباب ديل ولسه احنا ماشيين. فما عارف انا في تحليلي انا الشخصي المفروض ان احنا بعدها نقعد تحت كلنا كاسام ونعمل لنا جسم واحد ونتواثق على حاجه محدده انه احنا دارين نعمل شنو نهز الورقه الرابحه دارين نتغضيها عشان حقوقنا التلبه دي ترجع، او عشان احنا عندنا حاجه محدده دارين نقطع. مفروض الناس دي نقعد نتوحد، اول حاجه محتاجين لوحده، محتاجين انه الاحزاب السياسيه او الناس اللي جاتنا من الاحزاب السياسيه احنا نقبل نقدر منها يعني تظل من يقبضك عشان تصلح من تفاصيل جسمك ده. ما تزعل بصراحه يعني الفتره اللي فاتت 30 سنه الناس دي مخفيين من العمل تماما. الاقصى ده ناخذ هنا تاني ده الحاجه الحاصه دي، حسينا انه كانت الاحزاب دي ما بانيه نفسها عشان تقدر تدير العمليه السياسيه الموجوده في السودان دي. يا هو الفشل ظهر من اول سنتين، حسينا بالحاجه دي انه الناس كانوا ما جاهزين، كل الجهود كانت تتركز على انه تسقط بس ثم ماذا بعد السقوط. نعم، عبر هذه المنصه يعني لو عندك رساله للنساء بشكل خاص في غرب كردفان بتقولوا لهم شنو؟ والله نساء غرب كردفان انا بقول لهم انه المراه مشاركتها في العمل العام والمشاركه السياسيه حق، المفروض ان احنا نطلع نبحث عنه حتى لو في الدستور الفات بتاع 2005 او في الوثيقه الدستوريه المعيوبه اللي هسه اتقلبوا عليها دي. احنا كان عندنا حقوق، عندنا الاتفاقيات في السودان وقع عليها، فيها كم من البنود اللي بتخص وجودنا نحن ومشاركتنا على مستوى الهياكل الثلاثه. المفروض نكون مش مشاركه ثانيه كتمثيل، مشاركه حقيقيه، وجودنا في اماكن نتخذ فيها القرار، انه احنا المفروض نتمسك بحقوقنا دي، وانه النقد الهدام اللي قاعد يلقانا من المجتمع ده مؤثر فينا، طالما انت اصلا المدونه بتاعت الاخلاق والسلوك دي بتحكمك، وكونك تيجي طالب بحق ما عيب. احنا المفروض نقعد تحت نشوف الاجسام المطلبيه على مستوى المركز، عندنا فروع على الولايات موجوده يعني. احنا نشوف ننظم نفسنا في اجسام نسويه مطلبيه نقدر نجيف ناخذ بها حقنا، بقت في مواكب في وقفات احتجاجيه عندنا حقوق، ظلمونا مثلا ما عينونا ما توظفنا اخصونا نازل من حاجات محدده، احنا نجيف في حقوقنا دي. ده حق مشروع مفروض كل مراه في ولايه غرب كردفان الان تعرف ان عندها حقوق في كل الحياه العامه وفي الحكومه تحديدا. مفروض نبحث عن حقوقنا دي، ودورنا ان احنا كنشطاء ان احنا مفروض نقعد تجهد ونعمل ورش ونتفق مع النساء دل كنقاشات وسمنارات وندوات نعرفهم بحقوقهم. طالما هم عرفوا حقوقهم براهم بيطلعوا يفتشوا عنا. الناس دي بس العزه تحت الثلاثين سنه دي خلت المراه تخاف وما يكون عندها مشاركه، الموجوده ضئيله ولو جاتك الليله بكره تغيب، فدي مشكله حقيقيه. ما لم ان احنا نحس انه ده حق ومشاركتنا موجوده في المجتمع، والمراه هي نصف المجتمع، وجودها ده عندها رؤى. المراه قدرت غادت بيت واسره وقام طفل احتنت بهم، قدرت انتزع جنين من احشائها طلعوا برا ما قادر انه تسهم في المشاركه السياسيه بصوره عادله، ونطلع من المحنه اللي احنا فيها دي. دي رسائلي لهم انه احنا المفروض نبحث عن حقوقنا دي وننخرط في العمل العام ويكون عندنا دور فعال وملموس من نساء غرب كردفان في قياده العمليه السياسيه وتحسين القياده دي، تكون بصوره فعاله وصوره تلبي طموحنا وترضينا تماما انه احنا وجودنا في الساحه
موجود يعني. شكرا لك أستاذة بوسينة حماد، ممثلة منظمة لالة قهر النساء الفرعية بمدينة بابنوسة، على المشاركة في دبنجة. شكرا لكم وبشكركم والله شديد، بتدونا فرصة إنه زول يقول حاجاته والناس تقدر تسمعها. كان عنده حاجات مغلوطة عبر الإذاعة المسموعة بيقدر بصحيحها، وكل رسلنا الرسائل أن المجتمع يستفيد منها، وشكرا لي قدام إن شاء الله. أعزائي المستمعين، قبل ما نمشي لضيفنا الثاني حنبقى مع فاصل موسيقي قصير ونرجع. لبناء القاعدة سأشمر ساعدي، لبناء القاعدة سأشمر ساعدي، لبناء القاعدة لجم مقاومة ما فيش مساومة، لجم مقاومة ما فيش مساومة. إيه ديشكا نبل الوطن أرحكا، إيه ديشكا للسلام أرحكا، إيه ديشكا نبل الوطن أرحكا، إيه ديشكا للسلام أرحكا. أسيلة تجيب جراح، لا 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 أسيلة تجيب جراح، تجيب لنا الصباح ربي جيب لنا الصباح. أشهد ما أحقرا، أشهد ما أحقرا، حب الوطن ياهو الغدر ترسنا ما بس طوبة وحجر، حب الوطن ياهو الغدر ترسنا ما بس طوبة وحجر، ترست في راسك قممت كراسك، ترسك في راسك قممت كراسك. مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام، والآن ننتقل إلى أمير سليمان. أهلا ومرحب بك في دبنجة. إحنا الليلة في مدينة النهود ما سجلنا مبارح تفضل الحضور، والناس كلها متفق على حاجة واحدة، إنه لازم يمشي المجلس العسكري لأنه صيغتنا فيه أصبحت مفقودة بحكم التجربة بتاعة الحوار طبغته. جاءت بعدها فضل اعتصام، جاء بعدها انقلاب 25 أكتوبر، لازم الانقلاب يمشي وبعد ذاك السودان ممكن يمشي لقدام بحوارنا كلنا كمكونات داخلية. وفي نقطة أساسية يا أستاذ، لازم عن طريق الراديو تصل للآخرين. يعني نحن الآن مصر ما عندنا معاه مشكلة، ولا السعودية ولا الأمارات، لكن المواقف بتاعت اللي ظالت صاندة دي تياه دعمها للإنقلاب خلت إنه جوا الشعب السوداني تكون في مشكلة بدأت تجذر تجاه الشعوب دي، يعني خاصة المصريين. يعني بنقطة أساسية لازم تصل لحكومة مصر، ولازم تصل للشعب المصري إنه نحن ملتزمين بسيادتنا الوطنية وما قادرين ندخل في شأنهم، إنه الشعب المصري يحكم عسكري ولا ما يحكم عسكري ده شأنه هو الداخلي، الأمارات والسعودية يحكم ملك ولا ما يحكم ملك أيضا ده شأنهم هم الداخلي قبل أن ينبيه، لكن نحن كشعب سوداني عندنا سيادتنا وقررنا إنه يا أخي العسكر فوق السودان ما يكون عندهم دور في السياسة، لأن السياسة عندها محاور الاختلاف فوق الرأي كثيرة جدا، والجيوش دائما هي عقيدة واحدة بتختلف من العقيدة السياسية. عشان كده لما نقول العسكر للسكنات الكلام ده هو كلام علمي ومؤسس قائم على بناء الدولة السودانية ويمكن المؤسسات. عقيدة الجيش تكون هي القتال، الدفاع عن الحدود، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن موارده، الدفاع عن الدستور ذاته. لما الجيش يكون مسيس ببقى إنه فيه مجموعة بتاعت ميليشيا، فيه مجموعة بتاعت أحزاب جواه، بكون منقسم وما بكون موحد تجاه هويته اللي أصلا ينشي من أجلها. يعني نحن دارين نعيش زي الشعوب الثانية، يعني سواء كانت في أوروبا أو سواء كانت في غيرها. يعني نعم، لكن دي الشباب قاعدين يدفعوا فيها دمائها. نعم، الدول طبعا عندها مصالح مترابطة متصلة فيما بينها في المحيط، سواء كان على المستوى الدولي أو الإقليمي، العلاقات دي بتحكم مصالح. فهل يعني أنتوا بتحملوا هذه الأزمة السياسية لهذه الدول اللي ذكرتها، أم بتحمل المسؤولية
السياسيين في البلد هم اللي بيتيحوا الثغرة لهذه الدول أن تتدخل يعني؟ الاثنين مسؤولين. نعم نحن بنقول إنه علاقتنا تقوم نحن بنفس القدر، إنه رسالتنا برضو للسياسيين والسياسيين وخاصة الإنقلابيين. لو أنت ملاحظ معي إنه حمدوك في آخر خطاب له قبل الإنقلاب قال في مدنيين إنقلابيين وعسكريين إنقلابيين، يعني العسكري الإنقلابيين المدنيين والعسكريين راعوا المصالح السودانية وفق مصالح شعبنا نحن السوداني مع العالم الخارجي، يعني العلاقات تقوم وفق المصالح المتبادلة بين شعبين الاثنين، يعني ما تبقى إنه علاقة من جانب واحد إنه نرهن إرادتنا للدول الخارجية وبعد ذاك يبقى إنه مصلحة الأفراد تبقى على مصلحة الوطن ككل، ودي قاعدة تأثر علينا نحن الليلة. الإنتاج عندنا هنا في مثلا في معلية النود متردي جدا، رغم إنه التردي بتاع الإنتاج وصول الإنتاجية دي مقابل لا كان في تردي أسعار. السعر الليلة بتاع شوال الفول في تقريبا يعني إذا قارنته مع أسعار السلع الاستهلاكية الثانية ما كان بيعمل حاجة. في نفس الوقت كان في الحكومة قبل الإنقلاب كان في ضمان للإنتاج، في حماية للمنتج، وصلت حاجة كويسة جدا، يعني بتلقى إن شوال الفول كان معاه بضع أرطال بيجيب له شوال سكر، رجعت الحالة لقديمة، يعني زي زمان كان بيقول لنا اتعمل تضخم عملت شنو شوال السكر وصلتوا له 15,000. لما شوال السكر وصل في عهد الحكومة الديمقراطية اللي فاتت دي 15,000 قبل الانقلاب، شوال السكر كان ب 13 و14 شوال الفول. لكن نفس الوقت بانه في عهد النظام البائد كان شوال السكر ب 1500، لكن شوال الفول كان بكم؟ كان ب 300 جنيه و200 جنيه. المعادلة دي اختلت والان اختلت. وزير الماليه الان ما قادر يجبرها بصوره كويسه، هو مصر انه يدعم الانقلاب ومصر انه يكون قاعد. وانا من الراديو ده لو ملاحظ كان عملت معي لغا قلت لكم يا اخي الحركات رسالتنا الحركات المسلحه ما تدعم الانقلاب وحتمش. وهاي كلام ده انا قلته في راديو دبنجا، الكلام ده بعد 25 اكتوبر، وهي الان دعم الانقلاب وقاعده تقهر في المظاهرين بيتساهم معاهم في قمعة، ووصل عدد القتلى لكم 64، وبقتلوا عميد فوق الشرطة وبيتهموا به المظاهرين بصورة أشبه بالمسلسل الهندي أو الفيلم الهندي. فدي المرحلة اللي وصلونا لها وحيوصلونا أكثر من كده. نعم، طيب المخرج شنو من الأزمة السياسية؟ المخرج من الأزمة السياسية دي الحوار الداخلي لازم يكون قوي، الحوار الداخلي بيناتنا نحن كمكونات لازم يكون قوي، والشعار بتاع لا شراكة لا تفاوض لا شرعية لا مساواة للإنقلابيين. ما نحن ما عندنا مشكلة، نحن كثوار ما عندنا مشكلة مع العسكر، مشكلتنا مع الناس المكون العسكري اللي هو المجلس الانتقالي، دي مشكلتنا الأساسية معه، هو لأنه ما عنده عهد. أي دولة لازم يكون عندها جيش، أو أي دولة لازم تكون عندها شرطة، أي دولة لازم يكون عندها أمن، دي نقطة ما فيها خلاف ولا فيها أي حاجة. الجيش ده من وين؟ هو قوات الشعب المسلح، هو من يعني أنا الليلة بلقى عندي أخوي في القوات الشعب المسلحة، ودي ظهرت واضحة إنه ابن العميد أنا ما عارف رتبته عميد هو في الشرطة ولا شو، قتل ولده في المظاهرات بتاع 6 يناير. نحن أبناء الشعب السوداني كلنا في القوات النظامية دي، نحن اللي بنخرج الشارع أبناء الشعب السوداني، والقوات النظامية هي في ذات أجبادنا، اللي عنده أخوه في القوات المسلحة اللي عنده غيره. كلنا إنه ينبغي إنه نخط الوطن ده في حدقات عيوننا، لكن يبقى إنه الشرط الأساسي لازم يطلع الجيش من المعادلة السياسية وتتحدد عقيدته وهويته بصورة واضحة. دي ويبقى التفاوض القادم مع الجيش عشان ما يبقى جيش واحد. الليلة عندنا أكثر من 7 جيوش، لازم نتفاوض مع المكون العسكري ده بشكل ده عشان يبقى جيش واحد. وخروج الجيش من السياسة بعد المرحلة الانتقالية بصورة نهائية، يعني لازم يكون في تفاوض، لازم يكون في حوار. طيب الكلام ده التفاوض مع منو؟ ما مع المكون العسكري، عشان تكون الصورة واضحة، ما مع المجلس العسكري ده. المجلس العسكري ده لازم يطلع من المشهد لأنه ثقة ما فيه، أصبح الآن يسير وفق آلية شنو؟ يعني مصر هي الماسك الريموت في الداخل، المصريين إنه أي عدم استقرار فوق السودان بيأثر سلبا على الحياة في مصر، زي ما مشاهد الليلة إنه انقطاع الطريق
انقطع طريق الشريان المادي إلى مصر، لأن الحكومة ما فيها استقرار. زادت السعر بتاع الكهرباء، المزارعين في الشمال قطعوا الطريق، هي نتيجة طبيعية. عدم الاستقرار بيأثر في مصر، ما دار لأي اثنين ثلاثة المصريين برضو يفتح عيونهم. نعم. رأيك شنو في المبادرة أول مسعى بتاعت فولكر بيرتس اللي هو البعثة العمومية المتكاملة في السودان؟ مسعاهم أنا الجاري على أساس أنه يكون في مخرج، يعني كلامك شنو حول المبادرة إنجاز التعبير؟ يعني المبادرة يمكن أن تنجح، يمكن أن تنجح لكن بشروط. الشروط المهمة شنو؟ الشروط المهمة إنه أن إحنا الناس اللي بيجينا ما بنثق فيهم. المجلس العسكري ده هي نقطة أساسية بالمناسبة، الناس لازم تنتبه لها. يعني المجلس العسكري ده نفسي إذا جينا كتبنا معاه وثيقة أو كتبنا معاه دستور زي ما قال إعلان الحرية التغيير، لو جينا كتبنا معاه دستور حيجي يدوسوا. يعني شنو يعني تاني حيجي يسمع؟ مجرد ما الدولة تنتقل لبر الأمان حيجي يدوسوا تاني بنفسي الفهم ده. النقطة الأساسية إنه إبعاد المجلس العسكري ده، هي دي نقطة أساسية، يعني هي دي نقطة مهمة شديدة جدا عشان ما ينجح أي حوار. ورسالتنا اليوم يا أخي، هم في النهاية كانوا أبناء السودان، وبالضرورة إنه يا أخي الميليشيات المسلحة دي يعني لازم يكون في برنامج بتاع DDR لدمجها في القوات النظامية. ده بدي مؤشر، لازم الدعم بتاعه بيكون من وين؟ دعم لازم يكون في دعم خارجي. احنا برانا السودانيين ما بنقدر نطلع من الأزمة دي من الناحية الاقتصادية. وجوده ممكن يسوق الناس لبر الأمان بصورة كويسة إذا تم حوار داخلي بين كل المكونات السياسية الفاعلة الموجودة في السودان بدون استثناء أحد، لجان مقاومة هي فوق الخط حاجة أساسية، وهي القاعدة تسوق الشارع، وهي القاعدة تقدم تضحيات، وقاعدة تقدم خيرة أبناء من أجل هذا الوطن وتجمع المهنيين. لازم كلنا نتفق إن يا أخي السودان لا يطلع من المرحلة الحرجة دي، ودي نقطة أساسية جدا. وإذا لقت رعاية دولية، نحن ما ضد المجتمع الخارجي، نحن ولا ساكنين في كوكب المريخ، نحن ساكنين في كوكب الكرة الأرضية. لازم يكون عندنا تفاعلات مع العالم الخارجي سواء كان على المحيط الإقليمي أو المحيط الدولي، هي دي نقطة أساسية. ودي اللي كان فصلنا منها النظام البائد. نحن لازم نرجع للخارطة دي وبصورة كويسة جدا، ونتفاوض في بيناتنا بصورة كويسة جدا. إذا خلصت النوايا بصورة جيدة، يمكن أن تكون المبادرة خارطة الطريق إنه نطلع دالي قدام رفقان. هذه نقطة أساسية. أنا دار أوصل رسالة تاني، رفقاء الكفاح المسلح لازم يكون إنهم وعوا الدرس جيدا، يعني خاصة في المرحلة الخشوفية. يعني ما ممكن هم إذا ما دي سنبيرين ديل، وإذا ما لجان المقاومة دي، وإذا ما الثورة السلمية دي، هم أصلا ما كان حيصلوا الخطوم. يعني العنف اللي بيستخدموا الليلة ضدنا ده، لو هم أصلا من البداية شايلين السلاح ديل، حكومة النظام البائد الليلة جو وقفوا معاه عشان ما يقمعوا التحول الديمقراطي دي، ما كان وصلوا لولا سلميتنا وصدورنا العارية. لسه نحن قاعدين نجيب بها من أجل إعادة التحول الديمقراطي للمرة الثانية. حقه يعد درس ويكونوا فاهمين جيد جدا إن يا أخي أهلهم اللي كانوا بقاتلوا من أجلهم لغاية الليلة السلام ما موجود في دارفور، لغاية الليلة السلام ما موجود في كردفان، لغاية الليلة السلام ما موجود في جنوب كردفان، لغاية الليلة السلام ما موجود في النيل الأزرق، وما موجود في أي بلد من أنحاء السودان. لغاية الآن الدم السوداني هو جاري. الكلام ده كله من أجل كراسي السلطة، تسحب كراسي السلطة إلى الجحيم ويبقى الوطن. الصراع ما يبقى من أجل الصراع كراسي السلطة، الصراع يبقى إنه صراع من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي، من أجل أننا نعيش في سلام وحرية وعدالة ودولة مدنية. شكرا لك أمير سليمان الناشط السياسي على المشاركة في دبنجا. ومنها ننتقل إلى الأستاذ محمد أبراهيم الأحمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا عن رأي الشارع هناك حول الأزمة السياسية الحالية والمخرج. رؤيتنا بس الانقلاب يمشي حتى الأمور تستعدل، لكن برهاننا قاعد ما في حل. البرهان لجنة الأمنية لعمر البشير ما ذهبت، ما في حل. واسمع، نحن قوة سياسية أو قوة الثورة الحية تتوحد، كلها تتوحد كويس، وزي ما قلت تشوف مصلحة البلد. ولكن نحن بنرى إنه التفاوض يكون مع المؤسسة العسكرية، ما يكون مع اللجنة الأمنية بتاعت عمر البشير. يعني المؤسسة العسكرية هاي ممكن هي مهمة في فترة الانتقال خاصة، لابد إنه العساكر يكونوا موجودين ومراقبين ويحفظوا الأمن وكده.
لكن احنا بندعو لدولة مدنية كاملة يعني، كويس؟ ما معناته ان احنا رافضين العسكر تماما، لكن احنا ربطنا بيجي للجنة الامنية بتاعت عمر البشير وهي امتداد، وسبق وانه الناس يعني فضت بعد فض الاعتصام، القوى السياسية اتجاوزت المسألة دي كلها في سبيل مصلحة البلد تمشي لقدام، ووقعت معاه وثيقة دستورية. الآن المرة الثانية تاني يعني انقلبت على الوثيقة، شايف حمام الدم الحاصل في الشارع السوداني وقتل الثوار، وبالتالي مسألة انه تاني الناس يجودوا حوار او تفاوض مع اللجنة الامنية دي مسألة ما بتوصلنا لنفس الطريق المسدود ده لقدام، يبقى نفس الاطراف ديل ما الناس تاني ما ممكن نحن نتفاوض مع نفس برهان وكباتي وحميتي والعطا والجابر. مؤسسة العسكرية دي ما فيها ناس كتار دير مخلات فشلوا، اذا كان احنا اعتبرنا التجربة هم زي هم بيقولوا انه حكومة الحرية والتغيير فاسد الدور الفات وهم كان شركاء اساسيين فيها، يبقى مفترض يسحبوا كلهم يعني يجيبوا شخصيات تانية من داخل المؤسسة العسكرية، والقوة الثورة الحية تجيب ناس بخلاف الناس الفاسدة او ناس كفاءات كويس اتفقوا على، وكده ممكن البلد تمشي لقدام. لكن لو نفس اللجنة الامنية اتطاولت تانية انا بفتكر انها هي اصلا بتعمل على تكسير الفترة الانتقالية و بتحمل أعضاء نظام البايد، وحتى الآن هم موجودين يعني، دي إشكالية. نعم. طيب في المبادرة بتاعت الطارحة البعثة الأممية المتكاملة في السودان، إذا قلنا إن البعثة بتقول إن ما مبادرة أو هي يعني مسعى على أساس إنه الناس تتلمى وبعد ذلك يتفاكروا على أساس إنه يتجاوزوا الأزمة، فرأي الشارع هناك بيقول شنو تجاه الخطوة دي أو المبادرة دي إذا سميناها؟ والله هي المبادرة مرحبة يعني، الناس ما رافضها من حيث إنها مبادرة مقدمة. وكر قال إنه هو ما جاي عنده حاجة، داير يجمع قوى الثورة الحية على أساس إنه تدير حوار مع بعض وتتوحد على أساس إنه تعبر الحوار بالطريقة دي، ما فيه مشكلة يعني، لأنه أصلا ما جاهزة تبقى دي الإشكالية. لكن طالما هو بيجمع في الفرقاء على أساس أنه يجنبوا ويناقشوا قضايا الوطن وقضايا الانتقال الديمقراطي، أنا أفتكر يعني مرحب بها يعني. نعم. طيب يعني إذا الأطراف دي كلها اتمسكت يعني العساكر من جانبهم اتمسكوا برضو أنهم هم لازم يكونوا موجودين، اللي هو اللجنة الأمنية دي يفتكر أنهم هم قيادة بتاعت الجيش ومفترض هم يكونوا موجودين، بعد ذاك القوة من طرف برضو اتمسكت بمطالبها والشارع برضو، هنتوقع شنو لقدام يعني في ظل استمرار الفراق الدستوري؟ الانقلاب ده رجعنا للصفر، رجعنا للنظام البايت. احنا لما كان الناس بتطلع على الشارع وضد عمر البشير كويس، وهو كان متمترس في الحتة دي. الان برهان ان احنا لو جابت المؤسسه العسكريه جابت ناس على اساس انه يتفاوضوا مع القوى السياسيه الحيه اوكي، لكن لو استيل انه هو يعني مسيطر وما متراجع عن الحاجه دي ولا بيتراجع في سبيل الوطن، يبقى الثوره حتكون مستمره، الثوره حتكون مستمره الى ان يسقط البرهان وتسقط اللجنه الامنيه لعمر البشير. شكرا لجميع الضيوف شاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية غرب كردفان، كل من الأستاذة بوسينة حماد ممثلة منظمة لالي قهر النساء الفرعية بمدينة بابونوسا، والسيد أمير سليمان الناشط السياسي بمدينة النهود، والأستاذ محمد إبراهيم الأحمر حول الحراك في الولاية وتفاعل الشارع هناك مع الراهن السياسي في السودان. وبنشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.